انت بتعرفوا لوح وبتعرفوا ايش يعني حفظ، بتعرفوا بيت وبتعرفوا ايش عزيز منيع، تمام. طب والسدر الشجر هذا الضخم اللي ممكن يوصل 25 متر ومتفرع وارث الظلال، كثيف الورق، كثيف الثمر، التشعبات كثيرة. ما هو على فكرة كلمة شجر، مع انه هون فيش الشجر، هون سدرة، بس السدرة في اصلها اللي بنعرفها احنا شجرة، بس كلمة شجر ابرز شيء في كلمة شجر هو التفرع. التفرع ممكن يضاف إلها النمو، شجر التفرع. ولذلك لما بتشاجروا الناس شو بصير؟ بتداخلوا كثير ومشاكل وبتتفرع المسألة بشك. إذن دائما الشجر، كلمة شجر بدل على التفرع. وشجرة العيلة إيش يعني؟ تفرعاتها، تفرعاتها. طب هذه مش شجرة، هذه سدرة، سدرة المنتهى. أو لاحظوا سدرة المنتهى، كيف قلنا لوح محفوظ، لوح محفوظ سدرة منتهى. طيب طب بنعرف الشجرة هاي اللي الآن ضربت، يعني الزيتونة بصلحش نقول زيتونة ولا نخلة، لا بتوافرش فيها أولا قضية إنها الضخامة زائد التفرعات زائد كثافة الشجر، كثافة الثمر، تفاصيل من هذا القبيل مش متوفرة في زيتونة أو نخلة أو الحمضيات، كل ما متوفر. هاي سدرة موجودة مثال. وعلى فكرة السدر يعني بلاده الأصلية جزيرة العرب، بلاده الأصلية بجزيرة العرب السدر، وطبعا موجود في مصر وموجود في حوض البحر المتوسط وبلاد ثانية، لكن بالدرجة الأولى بلاده إيش؟ هو صحراوي وبتحمل يعني كثير، وفي منه على فكرة على الماء، وفي منه بيعيش في الصحراء، واللي على الماء ممكن يكون أطيب. وتفاصيل مش موضوع ناس، لأنه هون مش المقصودة الشجرة، هون مش مقصودة الشجرة، وإنما الصورة، تقريب الصورة، صورة الشيء اللي سدرة المنتهى. واضح المنتهى يعني معناته النهاية وين؟ هون سدرة المنتهى. طيب الآن نيجي للغة، نيجي للغة. سدرة، سدرة سدرا، لحظة، سدرة سدرا تحير، سدرة سدرا ايش يعني؟ تحير. والسادر المتحير. ومرات احنا انتوا على فكرة تستخدموها، بتقولوا احيانا فلان سادر في غيه، بقولوها ولا بقولوهاش؟ ذكرتوها؟ سادر في غي، في غيه. ايش يعني سادر؟ يعني مش سائل وماشي بدون مشية المتحير، ومش سائل يعني شو العواقب. بس خليه استخدمه بس حسب الاستخدام طبعا. فاذا خلينا، اذا سدرا سدرا تحير، تحير. والسدرة فيها معنى على فكرة التحير، تحير. طيب والذهول، شوفها التحير والذهول. وبالتالي ليش العرب يعني سموا هذه سدرة؟ هل كانوا لما يشوفوها مثلا ضخمة جدا ومتفرعة وكثيفة يعني هيك، خصوصا لما يكون ماشي في الصحراء وكلها مكشوف، ولما بوصلها بتكون هي المأوى، وتفاصيل من هذا القبيل، بندهش لرؤيتها وعظمتها وضخامتها مثلا ممكن هب من هون. لكن في الأصل شو هو؟ سدرة سدرا تحير. ويبدو انه هذه السدرة، هي صار عندنا قضيتين فيما يتعلق بكثافة الأوراق والثمار والتشعب، التشعب الفروع والضخامة. وفي أحاديث على فكرة وصفت الضخامة، ضخامة وصفت ضخامة سدرة المنتهى، ومن ضخامتها عندها جنة المأوى، جنة المأوى عندها مش هي عند الجنة،
انت المأوى عندها. طب ما هي الجنة عرضها السماوات والأرض، الجنة عرضها السماوات والأرض، والجنة عند سدرة المنتهى، والجنة عند سدرة المنتهى، تمام. طيب اذا في معنى، في الان صار عندنا معنى في اللغة، معناته هذه سدرة المنتهى عندها ايش؟ يحار البشر ويندهشوا ويذهل عن كل شيء الا هي من جمالها. والان القرآن راح يوضح جزء من جمالها، من جمالها، وتخ كأنها بتأخذ الانسان فايش، فيتحير ويندهش. يتحير من ايش؟ من الجمال. لذلك في بعض كتبوا حول، انتوا عشان دائما بتشوفوا الصخرة المشرفة، الصخرة المشرفة دائما بتشوفوها عشان هيك تندهشوش. لكن في واحد غربي ويبدو حسه راقي جدا، من اول ما وقعت عينه على قبة الصخرة بيقول لك انذهل وكاد يجن من الجمال هذا والتناسق. كله مش كل الناس يعني، كثير ناس بتطلع ايه هو بجنن هذا، هذا بيختف شو حساسيته، هو مرهف الحس فنان اللي هو لا مش هيك، من جمالها. ونفس الشيء قالوا عن رو في موضوع تاج محل، برضو واحد غربي اثناء والشمس بتغيب هيك وامامه تاج محل، هذا اللي في الهند، اللي هذا اصلا هو بناء اسلامي، تراث اسلامي تاج محل اللي في الهند، مش هيك؟ ذهل الرجل وكاد يفقد عقله من جمال التناسق وال مش هيك؟ اذا في ممكن اذا تفاعل الانسان. طيب هذا من صناعة البشر، هذا من صناعة البشر. فسدرة المنتهى، شوفوا بعدين منتهاها، يبدو انه اسم حتى سدرة فيه معنى ايش؟ التحير والذهول والاندهاش امامها، لانه هذا هو في اللغة. اذا سدرا تحير. طيب